مهاجمة مدفع مضاد للطائرات يتبع الميليشيات الحوثية. حاولت الميليشيات الحوثية لنقل الأسلحة ومحاصرة المديرية، عملية الاستهداف والتدمير. هذه بعض جهود التحالف أيضا لقطع طرق الإمدادات وأيضا تنقل القادة الميدانيين، عملية الاستهداف بإحدى باحث صواريخ التحالف. تلاحظون في الصورة كيف أو تلاحظون في الصورة القادة الميدانيين والميليشيات الحوثية في محاولات الانتقال بين المحاور. عملية استهداف أخرى في محافظة صعدة، مديرية الكتاف والبقع. تلاحظون الموتور بايك، عملية الاستهداف والتدمير.